هل عملية زراعة القرنية عملية سهلة ولا عملية صعبة؟ ده سؤال مهم جدا، انا اصريت ان انا افرد ليه فيديو لوحده مخصوص عشان يستعين بيه اي حد مقدم على اجراء عملية الزراعة. ومبدئيا انا مش هجاوب اجابة فاصلة على هذا السؤال الا في اخر الفيديو، ولكن في البداية احب اقول لكم ان عملية زراعة القرنية عملية اجرائيا سهلة ومهاريا صعبة. يعني ايه؟ اي عملية جراحية على المطلق، مش عملية زراعة القرنية فقط، بتخضع في تعلمها واجراءها مع الجراحين لثلاث مراحل. المرحلة الاولية مرحلة اجراء العملية او مرحلة تعلم العملية، هو تعلم ازاي يعمل العملية وخطوات اجراء الايه العملية. ودي مرحلة عادة عشان ايه؟ عشان اعدي بيها محتاج ان انا ايه ليرنينج كيرف، ان انا اعمل عمليات كتيرة عشان اتعلم العملية. المرحلة الثانية هي مرحلة اتقان العملية، ان انا اعملها باتقان من غير ما يحصل ايه مشاكل اثناء اجراءها. المرحلة الثالثة هي مرحلة الريفاينمنت او مرحلة التدقيق، ان انا كل خطوة من خطوات العملية يبقى فيها التركة او التكة اللي انا لما اعملها مظبوط اطلع باحسن واجود نتيجة من نتائج العملية. مش شرط خالص اي جراح يتعلم اي عملية انه يعدي بهذه المراحل الثلاثة، يعني في جراح بيتعلم العملية ولكن لا يتقنها، وفي جراح بيتقن العملية ولكن مش بيعمل لها الريفاينمنت او ايه او التكات النهائية او التفنيشة النهائية اللي هي تخلي العملية توصل لاعلى مستويات النجاح. لما باجي اضرب مثال زي دوت بحب ان انا دايما اضرب مثال مشابه ليه. يعني مثلا لما انا بتكلم، مثلا لو سالت سؤال على المطلق كده، هل لعب كره القدم لعبه سهله ولا لعبه صعبه؟ لعبه كره القدم ممكن حد يقول لك هي لعبه سهله، واحد يقول لك لعبه ايه لا سهله بس لازم نتمرن، واحد تاني يقول لك لا لعبه ايه لعبه صعبه. هي على المطلق هي لعبه مهاريه، يعني ايه؟ يعني هتعلم اللعب، هعرف العب، هعرف استلم واسلم، اشوط، اجيب جون، كل الكلام ده مرحله ممكن ناس كتير قوي تعدي بيها. لكن عشان اوصل لمرحله ان انا مرحله الريفاينمنت، يعني ان انا اوصل لمرحله ان انا لما بستلم الكوره بادي الاداء المثالي المظبوط، دي مرحله صعبه محتاجه خبره عاليه، محتاجه تدريب كتير قوي، ومحتاجه برضو اللعيب يكون عنده مهاره يعني موهوب. يعني مثلا لو انا هسلم الكوره مثلا في منطقه الايه 18 ولعيب هينفرد بالجون، في لعيب من كل 100 انفراده هيحقق ايه 95 جون، ده لعيب مهاري جدا، ببقى انا عارف يقينا اول ما يستلم ان هو هيحط ايه جون. في لعيب تاني هيستلم الكرة وينفرد بالجون وابقى عارف ان هو وحظه يحطها يا ما يحطهاش، ده كله بيخضع للمهارة بتاعت ايه المريض في تفنيشة الايه اللعب. نفس الكلام بالنسبة لايه بالنسبة للزراعة، وانا ما بضرب المثال ده هضربه بقى ايه في كل مراحل الزراعة. يعني مراحل الزراعة بتعدي بكذا مراحل، مرحلة قبل العملية ومرحلة اثناء العملية ومرحلة بعد العملية. يعني مثلا لو نتكلم قبل العملية، المريض هيجيلي هفحصه هقرر له ايه العمليه المناسبه، هل كل الزراعات زي بعضها؟ لا، يعني مثلا ايه في فرايتيز كتيره جدا، انا ممكن اختار بين الزراعه الكليه والزراعه الطبقيه الاماميه او الزراعه الطبقيه الخلفيه، ممكن اختار طريقه القطع نفسها اللي اقطع بيها القرنيه، سواء استخدم قواطع تقليديه او قواطع متقدمه شويه عنها، او ممكن استخدم القطع بالفيمتو ليزر. الاختيار ده في حد ذاته احيانا بيكون سوفيستيكيتد قوي او معقد لدرجه ان مش كل الجراحين بياخدوا فيه قرار بنفس درجه الكفاءه. يعني انا يحضرني وانا بتكلم في الموضوع تحديدا، كان في مريض عندي قريب راح كشف عند اكتر من دكتور عشان خاطر ياخد قرار في اجراء عمليه زراعه القرنيه، وكان عنده زي تليف او سكار خفيفه في القرنيه، دي احيانا بتعيق الزراعه الطبقيه، لان لو السكار دي عميقه واصله للطبقات الخلفيه ممكن تخلي الطبقه الخلفيه تفتح اثناء عمليه الزراعه وما يقدرش نكمل بيه بعمليه زراعه. زراعه طبقيه يعني. فالمريض دوت راح لكل الدكاتره، كل الدكاتره قالوا له احنا هنعمل لك عمليه زراعه قرنيه كليه لان السكار دي عميقه واصله للطبقات القرنيه الخلفيه. جالي المريض دوت عملت له اشعه مقطعيه على القرنيه وفعلا لقينا طبقات القرنيه الخلفيه السكار قريبه جدا جدا منها، مما يصعب اجراء عمليه الزراعه الطبقيه. بس انا اخذت له قرار ان احنا نعمل له عمليه زراعه قرنيه طبقيه، لان انا عارف ان في تولز معينه ممكن نستخدمها اثناء الجراحه وطريقه معينه نقدر ان احنا نتجنب خالص الوصول للمنطقه الضعيفه دي الا بعد الانتهاء من انفصل كل طبقات القرنيه من الايه بالكامل، وبالتالي اقدر ان انا اكمل بالمريض دوت بعمليه زراعه طبقيه. وقد كان عملنا له عمليه الزراعه الحمد لله، كانت زراعه طبقيه ناجحه جدا والمريض في قمه السعاده بعد العمليه. انا كده بقرار بسيط خدته قبل العمليه حولت مجرى العمليه من زراعه كليه معدلات الرفض المناعي بتاعتها عاليه قوي لزراعه طبقيه معدلات الرفض المناعي بتاعتها منخفضه جدا، وبالتالي العيان مشي في سكه غير السكه اللي كان ممكن يمشي فيها لو هو اتبع ايه سكه ثانيه. طيب مرحله اثناء العمليه، العمليه في مغزاها لما اجي اشرحها بصوره مبسطه، انا هفصل طبقات القرنيه الاماميه عن الطبقات الخلفيه لو بعمل زراعه طبقيه اماميه يعني، وهغير الطبقات الاماميه دي طبقات اخرى. هل العمليه بهذه السهوله اثناء العمليه؟ خالص نهائي. ليه؟ فصل طبقات القرنيه الاماميه عن الطبقات الخلفيه دي عمليه محتاجه مهاره جدا، مهاره عاليه وخبره عاليه وليرنينج كيرف طويل،
يعني قدرة الجراح انه يفصل الطبقات دي من غير ما يعور الطبقة الخلفية بتعلى مع كتر ايه الخبرة بتاعته. اعلى معدلات نجاح العملية دي في فصل الطبقات القرنية على مستوى العالم بتتراوح من 93% ل 95%، مما يعني ان انا لو دخل لي 100 عيان هعمل لهم زراعة قرنية طبقية، فيهم 95 عيان هيمشوا طبقية، وفي 5% هضطر ان انا اقلبهم لزراعة ايه كلية نتيجة ضعف الطبقات الخلفية بتاعت القرنية. هل كل الجراحين هيخشوا يحققوا نفس النسبة دي؟ نهائي، بالعكس في جراحين لسه ايه بيكونوا في بداية الليرنينج كيرف بتاعتهم، في مرحلة التعلم يعني، ممكن يبقى من كل 100 حالة بيعدي بحالة واحدة بس. في جراح تاني بيكون اعلى شوية في المستوى، من كل 100 حالة هيعدي ب 20 ب 30 حالة، وبالتالي مش كل الجراحين عندهم نفس القدرة على فصل الطبقات القرنية. طيب فصلنا طبقات القرنية وغيرنا ايه الطبقات الآمية وبناخد الغرز بتاعتنا. اخد الغرز في حد ذاته كاجراء بيختلف من جراح لجراح. ازاي؟ الغرز دي مش مجرد ان انا بخيط حاجه في حاجه وخلاص وبقى في الاخر عملت العمليه، كما يحدث في كثير من الجراحات للاسف اللي انا بعتبر ان هي مش مظبوط كايه كبراكتس للايه للمهنه ديت. وانا بعمل باخد الغرز بتاعتنا دي، احنا مطلوب مننا ناخد الغرز بطريقه فيها سيمتريه، اقسم القرنيه مظبوط بحيث ان انا الغرز تكون ايه ليها نفس درجه الايه التنشن او الشد على اطراف القرنيه ايه داير او ايه اول ثرو الايه سيركمفرنس بتاع القرنيه، وبالتالي احصل على درجه استجماتيزم متوازيه، يعني حتى يا اما العين يكون عنده استجماتيزم قليل او لو عنده حتى استجماتيزم يبقى استجماتيزم منتظم. استجماتيزم منتظم ده يعني ايه؟ يعني انا اقدر بعد العمليه بان انا افك بعض الغرز او ايه او اخد غرز ثانيه ان انا اظبط الاستجماتيزم او اظبط التنشن بتاعتها، اقدر ان انا اعمل حاجه اسمها سيلكتيف سوتشر ريموفال بعد ما يعدي مثلا 5-6 شهور على العمليه، اقلل درجات الاستجماتيزم. في النهايه اديت لنفسي تول استدراكي ان انا اقدر بعد كده اعمل ريفاينمنت واظبط النتيجه بتاعت العمليه عن طريق تظبيط ايه الغرز. اما لو انا من الاول واخد الغرز على مسافات غير متساويه او واخدها حتى على مسافات متساويه بس ايه بس مش قاسم القرنيه كويس، هينتج عندي ان العين ده عنده استجماتيزم غير منتظم. استجماتيزم غير منتظم يعني سطح القرنيه متعرج، يعني المريض اللي كان عنده قرنيه مخروطيه وداخل عشان يحط قرنيه اكثر انتظاما طلع بقرنيه برده مش منتظمه، فلم يستفيد هذا المريض من الاجراء مطلقا واسمه عمل عمليه زراعه قرنيه. يقارن نفسه بمريض تاني عمل زراعه قرنيه بصوره سليمه وصوره ادق، ده يبقى شايف كويس وده شايف مش ايه مش كويس قوي، والعله كلها في ايه في اخذ الغرز اثناء العمليه او تظبيطها بعد العمليه. وبالتالي ده ايه الريفاينمنت او ان انا اوصل لمرحله مهاريه عاليه اثناء الاجراء نفسه ايه يفرق معايا جدا. نفس الغرز دي مثلا لو انا اخدتها وحصل ان هي ما اتاخدتش بايه بطريقه فيها اوبوزيشن، او ان انا قدرت ان انا اوفق الايه القرنيه مع ايه مع البيد بتاع ايه بتاع المريض، ساعتها ممكن يحصل اوفرلاب او ان القرنيه تركب على القرنيه الثانيه ويحصل عنها بعد كده مشاكل بعد العمليه، وده اسمه عمل زراعه قرنيه وده اسمه عمل زراعه قرنيه، ولكن المهاره فرقت في البروجنوز او فرقت في النتيجه بتاعت العمليه. نخش على مرحله ما بعد العمليه. المريض عمل العمليه، بعض المرضى بيواجهوا بعض المشاكل نتيجه مثلا ضعف الخلايا الجذعيه. لو انا قدرت ان انا اتعامل مع مشاكل ضعف الخلايا الجذعيه بعد العمليه بصوره سليمه بعد العمليه، اقدر ان انا اعدي بالمريض وكان شيئا لم يكن. لكن واحد تاني عدينا بمشاكل ديت وما قدرناش نعالجها كويس عن طريق تحضير قطرات معينه مثلا بتقاوي الخلايا الجذعيه عن طريق اجراءات معينه ثانيه، ينتج عنها في الاخر ان الزراعه اسمها اتعملت ولكنها فشلت لنتيجه ان انا ضعف المتابعه او ضعف الخبره في التعامل مع المشاكل التي قد تنتج بعد العمليه. يبقى انا كده من كلامي او السياق اللي احنا اتكلمنا فيه، العمليه مهاريا قبل العمليه فيها ايه؟ فيها مهاره عاليه، اثناء العمليه في المانجمنت بتاعنا بعد العمليه، وبالتالي هي العمليه سهله في ايد الجراح المهاري العالي ذو الخبره، وصعب في ايد حد لسه بيتعلم او قليل الخبره في هذه الجراحه. انا كده جاوبت على السؤال اللي انا طرحته في اول ايه الفيديو، والغرض من هذا السؤال ان في مرضى كتير كانوا بيجوا دايما يكلمونا في ايه في عمليه الزراعه، إيه احنا بنيجي نتكلم مع مريض يا دكتور هي العمليه سهله؟ اقول له اه ان شاء الله العمليه سهله وخطواتها 1-2-3 وان شاء الله النتائج بتاعتها هايله جدا. انا بتكلم عن مستوى نجاحات انا بقدر اوصل لها او حد من زملائي ذوي الخبره بيوصلوا لها، ولكن مش شرط ان هو يجري هذا الاجراء مع اي جراح هينتج عنه نفس معدلات النجاح ديت، لان احيانا المريض بيحاكمنا لخبرات مرضى اخرين اجروا عمليه الزراعه في ظروف مش حلوه قوي او في ظروف مش مثاليه زي ما احنا بنتكلم، وبالتالي حكموا حكم مطلق على العمليه او على عمليه الزراعه القرنيه. هو الحكم ده ما يخصش عمليه الزراعه في حد ذاتها، ولكن يخص التجربه اللي مر المريض بيها.